السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض الوحدة الثانية تاني درس التيار الكهربي والأعمدة الكهربية. نبدأ مع بعض كده ونشوف مصادر التيار الكهربي. بحصل على التيار الكهربي منين؟ قال لي بحصل عليه يا إما من الخلايا الكهروكيميائية يا إما من المولدات الكهربية. طب إيه الفرق بين الخلايا الكهروكيميائية والمولدات الكهربية؟ الخلايا الكهروكيميائية دي خلايا تتحول فيها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. طب زي إيه خلايا كهروكيميائية؟ زي الأعمدة الجافة والبطاريات. عارفين حجر البطارية اللي هو العمود الجاف بتاعي؟ ده بيحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. طبعا هنعرف بعد شوية إيه الفرق بين الأعمدة الجافة والبطاريات. طيب كمان من مصادر التيار الكهربي المولدات الكهربية، اللي أنا كنت بقول زي إيه المولدات الكهربية؟ زي الدينامو. طب المولد الكهربي ده بيعمل إيه؟ المولد الكهربي دوت بتتحول فيه الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية، أو بتتحول فيه الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. يبقى الطاقة الميكانيكية أو الطاقة الحركية بتتحول إلى طاقة كهربية. يبقى نقول تاني كده مع بعض، الخلايا الكهروكيميائية خلايا تتحول فيها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية، أما المولدات الكهربية فبتحول لي الطاقة الحركية أو الميكانيكية إلى طاقة كهربية، ومن أمثلتها الدينامو. طب هل يا ترى التيار الكهربي اللي أنا هحصل عليه من المولدات الكهربية ومن الخلايا الكهروكيميائية هل هو نفس التيار الكهربي؟ قال لي لأ. طب إيه هي أنواع التيار الكهربي؟ عندي نوعين من التيار الكهربي، يا إما إن التيار الكهربي ده يكون تيار كهربي مستمر، تيار كهربي مستمر وهرمز له بالرمز دي سي اللي هو دايركت كارنت، أو إنه يكون تيار كهربي متردد اللي هو هرمز له بالرمز AC. طب مين اللي هيديني تيار كهربي مستمر ومين هيديني تيار كهربي متردد؟ قال لي ان المولدات الكهربية هتديني تيار كهربي متردد، والبطاريات والأعمدة الجافة اللي هي الخلايا الكهروكيميائية هي اللي هتديني تيار كهربي مستمر. يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين المولدات الكهربية وما بين الخلايا الكهروكيميائية، وكمان عرفت ان انا عندي نوعين من التيار الكهربي اللي هما التيار الكهربي المستمر والتيار الكهربي المتردد. طب هل في فرق بين التيار الكهربي المستمر والتيار الكهربي المتردد؟ طبعا في فروق كتير. اول فرق الطريقة اللي انا بحصل عليها. التيار الكهربي المستمر قلنا بحصل عليه منين؟ ها؟ من الخلايا الكهروكيميائية، والمتردد من المولدات الكهربية. طب تعالى بقى نعمل كمان، يبقى كده عرفنا المصدر، الخلايا الكهروكيميائية في التيار الكهربي المستمر والمولدات الكهربية في التيار الكهربي الايه؟ المتردد. طب هقارن بينهم كمان في ايه؟ في الشدة. شدة التيار الكهربي. قال لي ان التيار الكهربي المستمر بيكون ثابت الشدة، اما التيار الكهربي المتردد بيكون متغير الشدة. طب تعالى كده نشوف كده الرسم البياني كمان او التمثيل البياني ليهم. هلاقي ان الشكل اللي هو على اليمين دوت ما بين شدة التيار والزمن، ها انا قلت ثابت الشدة، بص الشكل بيبقى عامل ازاي، ومتغير الشدة بيكون بالصورة اللي قدامنا دي. طب كمان عايز اعرف الاتجاه. قال لي ان التيار الكهربي المستمر بيكون موحد الاتجاه، اما التيار الكهربي المتردد فبيكون متغير الاتجاه. يبقى اقدر اقول ان التيار الكهربي المستمر دوت ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن تيار كهربي ثابت الشدة وموحد الاتجاه، اما التيار الكهربي المتردد فبيكون تيار كهربي ايه؟ متغير الشدة ومتغير الايه؟ الاتجاه. طيب في حياتي والاستخدامات مين هينفعني اكتر؟ قال لي تعالى نشوف كده. التيار الكهربي المستمر يمكن نقله لمسافات قصيرة فقط، بنقله لمسافات قصيرة فقط، أما التيار الكهربي المتردد فيمكن نقله لمسافات قصيرة أو بعيدة. يبقى مين اللي هينفعك أكتر؟ التيار الكهربي المتردد. طبعا ليه ده ليه أجهزة بستخدمها وده ليه أجهزة، بس الأكثر طبعا انتشارا هو التيار الكهربي المتردد اللي أنا بستخدمه في الأجهزة المنزلية. كمان في حاجة، إن التيار الكهربي المتردد يمكن تحويله لتيار كهربي مستمر، ممكن إن أنا أحول المتردد لمستمر، إنما العكس لأ، ما ينفعش أحول المستمر لإيه؟ لمتردد. طيب تعالى بقى نتكلم دلوقتي عن طرق توصيل الأعمدة الكهربية. أنا قلت في فرق بين العمود الجاف والبطارية، صح؟
طب ايه الفرق بين العمود الجاف والبطاريه؟ العمود الجاف اللي هو الحجر الواحد، انما البطاريه دي بيبقى فيها اكتر من عمود، عمودين او اكتر. يبقى البطاريه بتكون ايه؟ بتتكون من ايه؟ من عمودين او اكتر من الاعمده الكهربيه. طب الاعمده الكهربيه دي هوصلها مع بعض ازاي عشان اكون بطاريه؟ يعني انا هحط عمود وعمود وعمود على حسب بقى الاعداد، هوصلهم مع بعض ازاي عشان اكون بطاريه؟ قال لي عندي طريقتين. الطريقه الاولانيه اسمها التوصيل على التوالي، والطريقه الثانيه اسمها التوصيل على التوازي. طب ايه الفرق بين التوصيل على التوالي والتوازي؟ قال لي في التوصيل على التوالي بيتم توصيل الاعمده الواحد تلو الاخر بحيث تكون الاقطاب المختلفه معا. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني ادي مثلا في الرسمه عندي عمود وعمود وعمود، ثلاث اعمده مثلا. فهلاقي ايه؟ كل عمود طبعا ليه طرفين سالب وموجب. هلاقي ان القطب الموجب للعمود الاولاني هوصله بالقطب السالب للعمود الثاني، القطب الموجب للثاني هوصله للعمود الايه؟ بالقطب السالب للعمود الثالث. طب ما انا كده هيبقى في عندي في الاخر الطرفين مش متوصلين، اللي هم السالب للاول والموجب للثالث. هعمل ايه؟ قال لي حلو قوي، يبقى الطرف السالب دوت والطرف الموجب هم دول السالب والموجب بتوع البطاريه كلها. جميل. يبقى في التوصيل على التوالي زي ما فهمنا كده من الرسمه، بوصل ايه؟ الاعمده ورا بعض إيه؟ الاقطاب المختلفه معا، موجب مع سالب، موجب مع سالب، موجب مع سالب. طب هل الطريقه دي طريقه التوصيل على التوالي مختلفه عن التوازي؟ طبعا. طب تعالى كده نشوف مع بعض يا ترى التوصيل على التوازي شكله هيبقى عامل ازاي، ويا ترى الاقطاب هتتوصل ازاي. قال لي في التوصيل على التوازي بوصل كل الاقطاب الموجبه مع بعض وكل الاقطاب السالبه مع بعض، يعني الاقطاب المتشابهه بوصلها مع بعض بطرف واحد زي الرسمه دي كده ما هتبان قدامنا. يبقى انا بوصل ايه؟ بوصل الاقطاب الموجبه كلها مع بعض والاقطاب السالبه كلها مع بعض. كل الموجب مع بعض دوت هيديني الطرف الموجب للبطاريه، وكل السالب دول هيديني طرف سالب واحد للايه؟ للبطاريه. طيب هل في فرق بين التوصيل على التوالي والتوازي؟ ها؟ قال لي طبعا في فرق ما بينهم غير طريقه التوصيل، في فرق. اللي هو ايه؟ قال لي في التوصيل على التوالي لما بزود عدد البطاريات بتزيد كميه الايه؟ الكهرباء اللي عندي. انما في التوصيل على التوازي لا، بتظل شده التيار ايه؟ ثابته. عاوزين دلوقتي نبدا نحسب حاجه اسمها القوه الدافعه الكهربيه للبطاريه. كل عمود من الاعمده اللي بتكون متوصله سواء توالي او توازي بيبقى مكتوب عليه يا ولاد قيمه الايه؟ القوه الدافعه الكهربيه بتاعته بالفولت. يعني مثلا بتلاقي مكتوب 1.5، 1.2، 3، ايا كان الرقم. طب انا لما اوصلهم مع بعض على التوالي او التوازي، البطاريه هل بيكون ليها نفس القوه الدافعه الكهربيه للعمود الواحد ولا يا ترى مختلفه؟ قال لي على حسب طريقه التوصيل. طب تعالى كده نشوف ازاي هحسب القوة الدافعة الكهربية في حالة التوصيل على التوالي، وازاي هحسبها في حالة التوصيل على التوازي. يلا بينا. يلا تعالى نبدأ الأول بالتوصيل على التوالي. قال لي ان القوة الدافعة الكهربية لبطارية مكونة من عدة أعمدة متماثلة. يعني ايه متماثلة؟ يعني انا مصطلح على التوالي 1.5 و1.5 و1.5 مثلا، هعمل ايه؟ قال لي هيساوي عدد الأعمدة في القوة الدافعة الكهربية للعمود الايه؟ الواحد. يعني انا مثلا عندي 1.5، 3 أعمدة، 1.5 و1.5 و1.5، عايز اعرف هتبقى للبطارية بكام؟ قال لي هتضربي هما كام عمود؟ 3. الواحد بكام؟ ب1.5. يبقى 3 في 1.5 لو حسبتها تطلع 4.5. يبقى قاف للبطاريه اللي هي القوه الدافعه الكهربيه للبطاريه هتساوي نون اللي هو عدد الاعمده في القوه الدافعه الكهربيه للعمود الايه؟ الواحد. طب لو كانت الاعمده الجافه اللي انا موصلها دي مختلفه، يعني مش كلهم زي بعض، يعني مثلا عندي 1.5 و1 و2، اعمل ايه بقى المره دي؟ قال لي لا، المره دي هتجمعي بقى. يبقى القوه الدافعه الكهربيه للبطاريه مكونه من عده أعمدة مختلفة متصلة معا على التوالي هتساوي إيه؟ هتساوي مجموع القوة الدافعة الكهربية للأعمدة. يعني قف للبطارية هتساوي قف 1 زائد قف 2 زائد قف 3 على حسب عندي كام؟ 1. طب في التوازي هل يا ترى نفس الكلام؟ قال لي لأ. أمال إيه؟ قال لي مهما تزودي عدد الأعمدة هيفضل في الآخر القوة الدافعة الكهربية للبطارية هي القوة الدافعة الكهربية للعمود الواحد. ده في حالة طبعا هما كانوا إيه؟
متساويين متماثلين. يبقى قوة الدفع الكهربية للبطارية مكونة من عدة أعمدة متماثلة متصلة معا على التوازي هتساوي إيه؟ هتساوي قوة الدفع الكهربية للعمود الإيه؟ الواحد. يبقى قاف للبطارية هتساوي قاف للعمود الواحد، يعني قوة الدفع الكهربية للبطارية هتساوي إيه؟ هتساوي قوة الدفع الكهربية للعمود الواحد. جميل كده يا ولاد. يبقى انا بشوف كده الرسمه بتاعتي او المساله بتاعتي اشوف هو بيتكلم على توالي ولا توازي، طب الاعمده متماثله ولا مختلفه. وطبعا احيانا بوصل الاعمده في بطاريه مش كلها على توالي بس او توازي بس، لا ده انا ممكن ادخل توالي وتوازي مع بعض. طب انا هعمل ايه في الحاله دي؟ هحسب التوالي لوحده واحسب التوازي لوحده وبعدين اعمل ايه؟ وبعدين اجمعهم. وكمان يا اولاد ممكن ان انا لو عايز تعمل في البيت عندك بطارية بسيطة خالص ممكن تعملها بالليمون. لو انت جبت ليمون وتلجتها وغرست فيها معدنين مختلفين ولازم يكونوا مختلفين، فدي بتمثل ايه؟ بتمثل بطارية. ودلوقتي جه سؤال وقت المتفوقين. وسؤال المتفوقين بتاعنا النهاردة بيقول علل يفضل استخدام التيار المتردد عن التيار المستمر غالبا. يفضل استخدام التيار المتردد عن التيار المستمر غالبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.